وفي تصريحها نصف الشهري أفادت وزارة الصحة بأن تواجد حالات الإصابة بكوفيد 19 تراجع بشكل طفيف على الصعيد الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفة أن المنح الوبائي الأسبوعي الوطني سجل إلى غاية 22 من نوفمبر أيضا تراجعا، فيما عرف منحنى الوفيات ارتفاعا متوسطا. أما في بلادنا فلقد بلغت عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود يوم الاثنين 23 نوفمبر ما يعادل 327,528 حالة، وهذا الرقم يعطينا معدل إصابة تراكمي يقارب 902 لكل 100,000 نسمة. كما تلاحظون فهذا المعدل الوطني يفوق بكثير المعدل العالمي الذي ذكرناه من قبل والذي يناهز 702 حالة لكل 100,000 نسمة. فيما يخص الوفيات المسجلة فلقد وصلت إلى 5,396 حالة وفاة مؤكدة رحمهم الله جميعا، وهذا ما يعطينا نسبة إماتة وطنية تقارب 1.6%. نسبة الشفاء المسجلة تتعدى والحمد لله 84%، حيث أننا سجلنا تعافي 275,158 حالة شفاء والحمد لله. فيما يخص المؤشرات الوطنية خلال الأسبوعين الأخيرين فنسجل الملاحظات التالية: يعرف مؤشر التكاثر أو التوالد أو الإرزيرو على الصعيد الوطني تحسنا خفيفا، حيث سجل انخفاضا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين من مستوى 1.22 إلى 0.9 يوم الأحد الماضي، إلا أن هذه القراءة يجب أن ترافق بشيء من الحذر والتريث إلى أن يتم التأكد من هذا المنحى الإيجابي خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله.